يقول السيد المسيح: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. ويقول أيضا: يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. 60 سنة محبة وخدمة. المحبة هي الوصية الجديدة، والخدمة هي غسل الأرجل. وكلم عن المحبة أنها وصية شخصية بيسيبها ربنا لينا كلنا، أن نحب بعضنا بعضا. واتكلم على الخدمة كضرورة، وقال: يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. 60 سنة محبة وخدمة، ده العنوان اللي اختاره قداسة البابا لهذه الاحتفالية. الحب لغة يفهمها اللي فاقد البصر، يفهمها اللي فاقد الحركة، يفهمها الطفل الرضيع، يفهمها المسن الكبير، يفهمها الجاهل، ويفهمها العالم، يفهمها كل شخص في الوجود. الحب هو اللغة التي بها ندخل إلى الحياة الأبدية. والحب ليس فنا من الفنون، ولكن الحب عطية من الله، لأن الله محب. والحب أساس الخدمة، فجت وصية الحب قبل وصية الخدمة. وأسقفية الخدمات أعملها غسل الأرجل، تغسل الأرجل من الجهل، تغسل الأرجل من الفقر، تغسل الأرجل من المرض، تغسل الأرجل من الاعتمادية، تغسل الأرجل من كل معاناة، وتساعد الإنسان أن يتمكن أن يقوم ويمشي ويسير على قدميه. الحقيقة الكلام كتير، والشكر واجب أولاً لقداسة البابا المعظم البابا تودروس الثاني أبونا كلنا وراعي هذه الفكرة. أسقفية الخدمات بالنسبة لقداسة البابا بعناية فائقة ومتابعة دقيقة لكل تقاريرها ولكل عملها ولكل احتياجاتها ولكل مشاريعها، ويرعى بنفسه ويفتتح. وهقول لحضراتكم إزاي قداسة البابا ربطنا ربطة هائلة جدا مع الحكومة المصرية ومع المجتمع المصري في عجالة. ولكن الشكر أيضا لمعالي الوزير هشام أمنة وزير التنمية المحلية لحضوره معنا، وكل الشكر الجزيل لمعالي الوزيرة المحترمة جدا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. والشكر والمحبة والتقدير لمعالي الوزيرة السفيرة الأستاذة الدكتورة سهى جندي وزيرة الهجرة. كل الشكر لأصحاب الفضيلة، كل الشكر لأصحاب النيافة، كل الشكر لقدس الأباء، وكل الشكر للسيدات والسادة الحاضرين. معانا جيش انتم مش شايفينه قاعد في الدور الثاني، دول جيش خدمة أسقفية الخدمات. دول ايدينا وعنينا، ودول هم كل حاجه، واحنا من غيركم ولا حاجه، انتوا اللي بتعملوا كل ده. انا احييكم تحيه. شكر واجب جدا للاحباء مخرجين هذا الحفل وكل اللي تعبوا معانا في هذا الأداء الراقي الرائع جدا، والأفكار الجميلة اللي قدموها. في أقل من 5 دقائق عايز أقول لحضراتكم العلاقة بين الكنيسة القبطية، أسقفية الخدمات، زراعة الكنيسة، ومبادرات الدولة. أولا
يوجد بروتوكول بين أسقفية الخدمات وهيئة تعليم الكبار لإعطاء شهادات معتمدة لكل اللي بيجوز الامتحان والاستكتاب وبينتهوا من فصل تعليم الكبار. ثانياً يوجد بروتوكول هائل جداً مع جمعية المحاربين القدماء، وده يخص الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات، وهذا البروتوكول تم توقيعه معهم لجودة المنتج بتاعهم، والحقيقة بيقوموا بتخفيضات وجبة بحيث يبقى الموضوع سهل وفي متناول الناس. البروتوكول الثالث كان مع وزارة الهجرة ومبادرة مراكب النجاة علشان نقدر نتفادى اللي بنفقدهم بالهجرة غير الشرعية، وده موضوع في منتهى الأهمية، وتمت ندوات وتوعيات كثيرة وتدريبات مهنية وإعطاء شهادات موثقة من الوزارة ومن الكنيسة. البروتوكول اللي بعد كده أنا ما بعدش بقى، بروتوكول مع وزارة القوى العاملة، وده هايل جدا في اعتماد مراكز أسقفية الخدمات كمراكز معتمدة عند الوزارة، بحيث تعطى شهادات مختومة موثقة تقدر أن أنت تشتغل بيها بعد ما تخلص التدريب المهني، إلى جانب العديد من الأمن الصناعي، إلى جانب ملتقيات التوظيف. البروتوكول اللي بعد كده مع وزارة البيئة، وده مهم جدا من أجل التوعيات، من عشان نحافظ على مصر من التغيرات المناخية، وعلشان نحافظ على بيئتنا ونحد من هذه التغيرات. والحقيقة الموضوع ده واخد مشروع كبير جدا مع الأسقفية وما بيننا وما بين الوزارة، ومحقق نجاحات هائلة جدا. أطلقت الكنيسة القبطية مع المجالس القومية ومع الأمم المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي عدة وثائق هامة، وثيقة من أجل تنظيم الأسرة، وأخرى من أجل مقاومة العنف ضد المرأة، وثالثة من أجل مقاومة العادة اللي كانت منتشرة وبتقل في مصرنا اللي هي ختان الإناث. ويمكن الدولة نفسها وبقوة الحقيقة واقفة في هذا الموضوع. والوثيقة الرابعة كانت من أجل بيئة، مكان مصر صديقة للبيئة، ومن أجل أن احنا نحافظ على مكاننا. الحقيقة من أهم المبادرات اللي تسبق كل هذا هي مبادرة مشروع بنت الملك، ودي كانت مع وزارة التضامن، وكانت مع أسقفية الخدمات وبنك ناصر الاجتماعي، في وجود قداسة البابا وفي وجود معالي الوزيرة. والحقيقة المشروع نما، وبقى العديد من الآلاف من بناتنا بيقدروا إن هم يتزوجوا ويدخلوا على الزواج وهم عندهم بكرامة، ويقدروا إن هم عندهم تكاليف زواجهم. الحقيقة من أجمل بقى البروتوكولات مع مؤسسة حياة كريمة، فتم توقيع هذا البروتوكول بوجود الأستاذة آية القمري وكل مجموعة حياة كريمة بينها وبين الكنيسة القبطية. حياة كريمة بتغير الحياة وشكلها بالكامل في القرى، وأسقفية الخدمات بتقوم بالتوعيات الواجبة لتغيير الذهن. يبقى أنا بشتغل على الإنسان نفسه وبشتغل على البيئة والمكان اللي حواليه. ولم يكتفي السيد الرئيس بمبادرة حياة كريمة، ولكن أطلق المشروع القومي لتنظيم الأسرة، المشروع القومي للأسرة المصرية، وأيضا أشرك الكنيسة القبطية في موضوع الكورسات اللي هو ما قبل الزواج والإعداد للزواج. ويمكن معالي الوزيرة جمعتنا في لقاء واتنين، والكنيسة والأزهر والأوقاف وكلنا مع بعض مع وزارة التضامن بنعمل معا لهذا الموضوع. أنا بجري فيهم الحقيقة وفي العديد والعديد، لكن دمت قداستك ولخدمتنا وقيادتنا، ودامت السيد الرئيس الحقيقة ومبادرات الجمهورية الجديدة والحكومة بعملها الناشط المجتهد،
وبتمنى يا رب للأسقفية نمو ونمو. انتوا النهاردة اتفرجتوا على يعني عايز اقول نماذج كده، معرفش اتمنى يكون الوقت ما ضايقكوش، الوقت ما طولش عليكم، لكن احنا نتمنى نقضي معاكم وقت اكتر. وشكرا مرة اخرى للجميع.